يا صباح الفل والسعادة على كل اللي بيسمع الراديو 90-90 هواها مصري. وأول حلقة من زبط المود هكون معاكم كريم السمان كل يوم 3 من 7 ل 8 الصبح. اشمعنى يوم الثلاث؟ عشان يوم غريب، ولا هو أول أسبوع ولا هو آخر الأسبوع، اليوم اللي بتحس فيه إنك محتاج زقة. زبط المود هيديك الزقة اللي هتشهيص لك الأسبوع. وبما إننا بنتكلم عن الشهيصة يبقى لازم نتكلم عن السفر. تحب تسافر فين؟ هي أول فقرة في البرنامج. وعشان السفرية تبقى حلوة يبقى إيه المشكلة لو كبرت دماغك من رمية العربية اللي جنبك عليك؟ إيه المشكلة لو كبرت دماغك من اللي هتشوفه في الشغل وينكد عليك؟ إيه المشكلة؟ هي تاني فقرة في البرنامج. ابعتلي تحب تسمع إيه على 199 وكلمني على 28022 والفيسبوك الراديو 9090. نظبط المود مع فيروز، نسم علينا الهوى ونرجع تاني. ورجعنا تاني مستمع الراديو 90-90 هواها مصري مع كريم السمان في زبط المود. كنا بنتكلم قبل الفاصل في الفقرة الأولى على تحب تسافر فين. ابعتلي تحب تسافر فين على 199 وكلمني على 28022 والفيسبوك على الراديو 90-90. ابعتلي أول مكان سافرته لوحدك، أول سفرية طلعت فيها مع صحابك. السفرية دي دايما كان بيبقى ليها طابع خاص بالنسبة لكل واحد فينا. كلنا كنا مستنين السفرية دي طول عمرنا. دايما كل واحد فينا كان بيسافر مع أهله، بس السفرية اللي سافرتها مع صحابك دايما بيبقى ليها طابع مميز ومختلف. تحب تسافر فين؟ هياخدك في مكان بعيد، بعيد عن الشغل، بعيد عن الزحمة، بعيد عن الدوشة. هنتكلم على ذكرياتنا مع السفر، هنتكلم على الأماكن اللي بنحب نزورها، هنتكلم على أهم المعالم اللي ممكن نكتشفها مع بعض في العالم. نطلع نسمع فيروز ونرجع تاني. بتسكن في ناس على المفرق تنطر ناس وتسكت الدنيا ويا حمل شمسي وانا بيا مسح وما حدا نطرني. بتسكن في ناس على المفرق تنطر ناس وتسكت الدنيا ورجعنا بعد الفاصل على الراديو 90-90 هواها مصري في برنامجنا زبط المود مع كريم السمان والفقرة التانية وإيه المشكلة؟ إيه المشكلة إن إحنا نعمل اللي إحنا بنحبه؟ إيه المشكلة إن إحنا نعدي لبعض؟ إيه المشكلة إن كل واحد فينا يحط نفسه في مكان التاني؟ أما حد يرمي عليك بالعربية إيه المشكلة إن أنت تستناه؟ أو إيه المشكلة زي ما بنقول كده تكبر دماغك؟ ليه بنوقف لبعض على كل حاجة؟ ليه بنوقف لبعض على الوحدة؟ إحنا بنبتدي يوم جديد، ما تخليش حاجة تفصلك، ما تخليش حاجة تضيع المود، خليك دايما مظبط مودك على الراديو 90-90 هواها مصر. هنطلع فاصل نسمع العب يلا ونرجع تاني. قاعد لوحدك كده سرحان، الشيطان يوزك في سكة شمال، يفضل يقولك العب يلا العب يلا ما تلعب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا. عايز تكون صاحب مبدأ وتبطل الدرجز وتقول انا هبدأ، يجي الشيطان يفضل يقولك اشرب يلا اشرب يلا. ورجعنا في برنامجنا زبط المود على راديو 90-90 هواها مصري مع كريم السمان. وبكده بتخلص حلقتنا النهاردة. استنوني كل يوم 3 من 7 ل 8 الصبح، هنتكلم زي ما قلنا عن الأماكن اللي بنحب نسافر فيها والأماكن اللي نفسنا نكتشفها مع بعض. كنت معاكم كريم السمان، سلام عليكم.